السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا طلاب الصف الثاني الثانوي، معكم رضا شعيب معلم فلسفة ومنطق بإدارة الدور التعليمي. إن شاء الله هنتواصل مع بعض بتقنية الإنترنت على إن شاء الله ظروف الدكتور بقى البلاد تعدي على خير، وإن شاء الله تكون في أحسن صحة وموفقين إن شاء الله في دراستنا. هنبدأ المنهج الخاص بدراسة الثانوية طبعا بيبدأ بالقياس وبعد كده الحجة والمغالطة. ونظرة سريعة كده على القياس، هنشوف القياس بسرعة كده. القياس معناه طبعا القياس له معنى وله قواعد وله شروط وله مكونات. طيب اول حاجه معناه ايه؟ معنى القياس هو قول مؤلف من عده قواعد، اذا سلمنا به لازم عنه قول اخر او قول مؤلف من عده قواعد. عده قضايا هنا مهم، لان في مقابل النهي قضيه قبل قضيه ثانيه، فالحجه عده قضايا كتير، لكن هنا في القضايا معروف ان هم قضيتين. اذا سلمنا ليهم لازم عنهم ايه؟ ركز في دي بقى كده، قولا اخر غير الذي جاء في المقدمه. يعني مثال، لو قلنا هنا كل الطلاب نجحوا، المقدمه الثانيه احمد طالب، النتيجه تبقى ايه؟ تبقى احمد ايه؟ ايوه ممتازين كده، احمد ناجح. طب احمد ناجح دي اصلا مش موجوده في المقدمات، عشان كده بقول لك ايه، ناتج عنه قولا اخر غير الذي جاء في المقدمات. انا قلت في المقدمه احمد طالب والطلاب نجحوا، ما قلتش ان احمد ناجح. يبقى تعريف القياس مره ثانيه هو قول متى سلمنا بصحته لازم عنه قولا اخر. تلاحظ بقى ان القياس هنا ايه؟ استدلال ايه؟ ايوه غير مباشر. غير مباشر ليه؟ لان محتاج فيه وسيط، وسيط يربط لي بين الحد الاكبر والاصل اللي هي من دوره القياس. يبقى القياس معنا ثاني قول مؤلف من قضايا قضيتين اذا سلمنا بيهم ناتج عنه ايه؟ قولا اخر. ده تعريف. وتعرف ان القياس استدلال ايه؟ غير مباشر، لانه بينتقل من مقدمات الى نتيجه عبر الحد الاوسط، وسيط يعني. بعد كده هنشوف مكونات القياس. بيتكون من القياس ده؟ بيتكون من ثلاث قضايا. انت عارف ان هم اسمهم ايه؟ اسمهم ثلاث قضايا، بس القضايا دي ليها اسماء. في عندي مقدمه اسمها مقدمه كبرى، ايه مقدمه صغرى، ونتيجه. ادي معنى القياس، معناه هو قول ماذا سلمنا بصحه المقدمات لازم عنه ايه؟ النتيجه. يبقى اول مكون للقياس يتكون من ثلاث قضايا، وتسميهم مقدمة كبرى ومقدمة صغرى ونتيجة. المكون الثالث ليه اسمه ثلاث ايه؟ ثلاث حدود. وبرضه لهم اسماء، الحد الأكبر والحد الأصغر وبعدين ايه؟ النتيجة. الحد الأوسط. الحد الأوسط طبعا هو الأساس في القياس. هو اللي بيلعب دور مهم بيربط بين الحد الاكبر والحد الاصغر. ممكن نسميه كده زي المأذون كده، المأذون بيربط بين العريس والعروس، بيربط بين الحد الاكبر والاصغر. عشان كده مش بيظهر في النتيجه، لان خلاص بيكون ايه؟ ادى مهمته ودوره في الربط بين الحد الاكبر والاصغر. دي اسمها ايه؟ اسمها مكونات القياس. ثلاث قضايا وثلاث حدود. وثلاث قضايا اسمهم مقدمتين ونتيجه. مقدمه كبرى ومقدمه صغرى والنتيجه. قواعد القياس أول قاعدتين فيهم قلناهم من شوية. أول قاعدة اللي هو ثلاث قضايا عرفناهم طبعا، كبرى وصغرى ونتيجة. ثاني قاعدة ثلاث حدود ومعروف أسمائهم حد أكبر وأصغر وأوسط. المهم بقى تعرف هنا مكان كل حد، الحد الأكبر وأدي الحد الأصغر وأدي الحد الأهم اللي هو اسمه الحد الأوسط. الحد الأكبر ده دائما محمول دايما، سواء في المقدمة الكبرى أو في النتيجة. الحد الأصغر دائما إيه؟ دائما موضوع، سواء في المقدمة الصغرى أو في النتيجة. طب الحد الأوسط ده مرة يجي موضوع ومرة محمول، موضوع مرة في الكبرى ومحمول فين؟ في الصغرى. يبقى الثلاث حدود لازم تعرف مكانهم، لأن في السؤال يجي لك كون قياس يكون الحد الاوسط مثلا كلمه فلسفه، او كون قياس حد الاصغر عام،
كون قياس حده الاوسط يطالب، يبقى لازم تكون عارف مكان كل حد من حدود الثلاثه. نشوف مثال كده، لو قلنا كل الفلاسفه يونانيين وسقراط فيلسوف، نشوف بقى هنا الحدود مكانها فين. اولا الحد الاكبر اهو يونانيين، ده موضوع محمود. محمود، ما انت لازم تكون دارس كويس جدا ومراجع على موضوع القضيه والصور القضيه والاستراره. هنا محمود في الخبره وبينزل نفسه زي ما هو محمود في النتيجه يوناني، يبقى الحد الاكبر ده محمود في الخبره ومحمود فين؟ في النتيجه. طب الحد الاصغر فين؟ موضوع فين؟ في الصور، وبينزل موضوع في النتيجه في سقراط. تلاحظ بقى تلاقينا ايه؟ ان كلمه فلاسفه هنا او فيلسوف او فلاسفه مش ظاهر في النتيجه، لانه خلاص ده اسمه الحد الاوسط، ادى دوره، ادى مهمته، ادى وظيفته، فمالوش دور في النتيجه. يبقى المقدمه الكبرى فيها الحد الاوسط والحد الاكبر. المقدمه الصغرى فيها الحد الاصغر والحد الاوسط. النتيجه فيها الحد الاكبر والاصغر بس. دي نبدا بقى القاعده الثالثه، القاعده الثالثه في قواعد القياس، ان ترتيب الحدود في النتيجه هو نفسه في المقدمات. يعني اللي كان موضوع في المقدمه الصغرى نزل ايه؟ تمام، نزل موضوع في النتيجه. واللي كان محمول في الكبرى نزل محمول في النتيجه. اذا القاعده الثالثه ان الحد الاصغر في النتيجه بيكون هو الحد الاصغر في المقدمه الصغرى، والحد الاكبر في النتيجه هو نفس الحد الاكبر في المقدمه الكبرى. لاحظ بقى هنا ان الحد الاكبر بينزل بايه؟ قلنا ايه من شويه؟ بينزل بكيفه. مش كيفه يعني مزاجه، لا، كيفه يعني الكيفيه، موجب او سالب. لو موجب ينزل موجب، لو سالب ينزل سالب. الحد الاصغر بينزل بايه؟ بكمه. يعني لو كليه تنزل كليه، جزئيه تنزل جزئيه. دي القاعده الثالثه، ان ترتيب الحدود في النتيجه نفس ترتيبها في المقدمات. القاعده الرابعه، ان لازم الحد الاوسط ضروري استغراق الحد الاوسط في احد المقدمتين على الاقل، وهنشوف بعد كده انه لازم يكون فين؟ في الكبرى. يبقى ضروري استغراق الحد الاوسط. طب ليه لازم يكون مستغرق؟ لان انا عندي قلت الحد الاوسط ده هو اهم حد في القياس، لازم يكون مستغرق عشان يضمن انه يربط بين الحد الاكبر والحد الاصغر. القاعده الخامسه في القياس، النتيجه دايما هاخد خمسه وسته مع بعض، النتيجه دايما بتتبع الاقل. يعني اذا كانت احد المقدمتين جزئيه تكون النتيجه جزئيه، وإذا كانت أحد المقدمتين سالبة لازم تكون النتيجة سالبة. بعد كده في ما ينفعش، يعني عدم استغراق حد في النتيجة ما لم يكن مستغرق في المقدمات. أنا عندي القياس ما ينفعش هنا حد يكون مستغرق ويدخل في النتيجة غير مستغرق. وما ينفعش يكون حد غير مستغرق في المقدمة ويدخل في النتيجة مستغرق. أنا بحافظ في النتيجة دايما على ترتيب الحدود والاستغراق. يعني لا يجب استغراق حد في النتيجة ما لم يكن مستغرق فين؟ في المقدمات. لازم تكون أحد المقدمتين على الأقل كلية، يعني إنتاجين جزئيتين. ولازم تكون أحد المقدمات على الأقل إيه؟ موجبة، يعني لا إنتاجين سالبتين. ده اللي هي قواعد القياس، بس في بقى قاعدتين أهم في كل ده. اللي هي اسمها شرط الشكل الاول. الشكل الاول وفي اشكال ثانيه؟ القياس اصلا اربع اشكال، بس المقرر عليك انت بس الشكل الاول. اعرفه ازاي بقى يا استاذ؟ تعرفوا ان الحد الاوسط بيكون موضوع في الكبرى ومحمول في الصغرى، ده اللي بيحدد لي شكل القياس اللي هو الشكل الاول اللي عندي. بعرفه ان الحد الاوسط بيكون موضوع في الكبرى ومحمول في الصغرى. الشكل الأول ده له شرطين اسمهم شرطة مثنى وشرطة القياس. لا يصح القياس إلا بالشرطين دول. الشرطين دول فيهم كل الشروط الأخرى. الشرط الأول فيه كلية الكبرى اختصارا، يعني إيه كلية الكبرى؟ يعني لابد أن تكون المقدمة الكبرى دائما إيه؟ دائما كلية. طب
طب ليه بالسادس؟ اشمعنى يعني؟ اقول لك اشمعنى دلوقتي؟ لان المقدمه الكبرى دي والجزئيه زي كده بعض. الطلاب ناجحون واحمد طالب. طيب هنا المقدمه الكبرى الجزئيه ايه؟ انا قلت بعض الطلاب ناجحون. اذا في بعض الطلاب تانيين مش ناجحون. طب احمد طالب هل هو طالب من الجزء ده ولا الجزء الثاني؟ مش عارف. عشان كده لو قلنا هنا ان كل الطلاب ناجحون، هنا لو قلنا كل الطلاب ناجحون اضمن ان الحد ده مستغرق، يعني شامل كل الطلاب بمفهوم احمد. هنا اقول احمد ناجح وانا مطمن، يبقى لازم يكون الحد الكليه الكبرى ايه؟ المقدمه الكبرى الكليه التعليم بتاعها يبقى في السؤال ما النتائج المترتبه على جزئيه الكبرى، او بما تمثل ضروره ان تكون الكبرى كليه. اقول له هنا عشان ضمان، هنا يكون راعي بالكم كده. ايوه تمام، ضمان استغراق الايه؟ الحد الاوسط. طب ليه لازم يكون مستغرق؟ عشان نضمن ان هو ايه؟ نقوم ايوه بدوره اللي هو ايه بقى؟ في الربط بين الايه؟ بين الحدين الاكبر والاصغر. طيب الشرط الثاني اللي هو بنقول عليه ايه؟ ايجاد الصغر. اختصارا كده. طيب بيقول ايه بقى كده؟ بيقول ضرورة أن تكون المقدمة الصغرى لازم تكون موجبة، لازم. طب ليه يا أستاذ أنا عايز أجيبها؟ سأل الله مش على مزاجي. لو جبناها سألنا هنشوف الكسر هيبقى خطأ ولا صح؟ كل الطلاب نفس المثال أهوت ناجحوا وأحمد طاب ليس طاب. النتيجة هتكون إيه؟ بقول لك طبعا القياس إذا كانت أحد المقدمات سالبة تكون النتيجة سالبة، أحمد ليس إيه؟ ليس ناجح. ايه اللي حصل بقى هنا؟ اللي حصل ان الناجحون هنا كله غير مستغرق لانها محمول كليه موجبه، وبقى تحت ايه؟ مستغرقه لان محمول كليه سالبه. اذا لو الصغرى هنا سالبه هيحصل عندي المشكله اللي هي ايه؟ استغراق حد في النتيجه وهو غير مشترك في المقدمات. اضمن المشكله دي احلها ازاي؟ لازم الصغرى تكون ايه؟ تكون موجبه. طيب انا عندي الشكل الاول ده فيه اربع ضروب منتجه. اربع ضروب منتجه بتديني اربع قضايا في الحاليه الاربعه اللي عندي. لازم تكون عارف من دول. كليه موجبه، كليه سالبه، جزئيه موجبه، جزئيه سالبه. انا عندي دايما لازم تكون الكبرى ايه؟ كليه. لازم تكتب كده على طول كبرى كليه. في اي قياس كبرى كليه. وايه كمان؟ الصغرى ايه؟ تمام كده الصورة موجبة، لازم تكون موجبة في أي قياس ممكن. طيب أنا بقى عاوز الدروب المنتجة الأربعة دي ليه؟ عشان أنا بقول لك كون قياس من الشكل الأول تتفق مقدمتها كما وكيفا. كلية موجبة دي في بين كلية وبين موجبة. السؤال هنا جاي بيقول لك كون قياس من الشكل الأول تتفق مقدمتها كما وكيفا. طبعا كما لازم تكون كليتين، لأن هناك إحنا قلنا الإنتاج من جزئيتين. ولازم تكون موجبتين، لأن الإنتاج من سالبتين. يبقى هنا لما يقول لك سؤال كم قياس تتفق مقدمتها كما وكيفا يبقى الف. طيب كم قياس تختلف مقدمتها كيفا او تتفق كما؟ كليه سالبه هنا كليه موجبه دي في الشكل. كم قياس تختلف مقدمتها كما وكيفا؟ تختلف مقدمتها كما وكيفا. هنا يبقى دي سالبه ودي جزئيه موجبه، وهنا القياس ده الشكل ده الضرب ده بيديني قياس تختلف مقدمتها كما وكيف. هنكمل بس حاجه بسيطه يا استاذ رضا هكمل معاكم. هنا عندنا بالنسبه للضروب المنتجه تكون عارفة ان في حاجه، لاحظ ان هنا في كام حد مستغرب. هنا حد مستغرب من حد حدين، وفي النتيجه في حد واحد. هنا في كام حد مستغرب في ثلاثه، كلية سالبه اثنين وواحد وثلاثه، وهنا في نتيجه واحده. هنا في كم حد مستغرق كليه موجبه وجزئيه موجبه؟ في حد واحد والنتيجه بقت صفر. كم حد مستغرق هنا؟ هنا اهو النتيجه بقت واحد. لاحظ بقى هنا ان دايما في النتيجه عدد الحدود المستغرقه بتكون اقل من المقدمات. طب مين بيعرف ليه؟ لان احنا قلنا الحد الاوسط لازم يكون ايه؟ مستغرق، وفي النتيجه الحد الاوسط مش بيظهر. هنا لو قال لك كم قياس تستغرق او مستغرق اكبر عدد من الحدود يبقى لا.
واللي هي سالمه واللي هي موجبه واللي هي سالمه. دي خمس حدود مشتركه، اقل عدد من الحدود الجزئيه الموجبه، الجزئيه الموجبه دي في المقدمات حد مشترك والنتيجه مفيش حدود مشتركه لانها جزئيه موجبه. الاستاذ دلوقتي هكمل معاكم.